قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي العام، أهلا وسهلا بكم في مادة الرياضيات، معكم الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي العام، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة على الهندسة، ونتكلم على إيه هندسة الترم الأول، عن تشابه مثلثين، ونتكلم عن الحالة الأولى. يبقى دلوقتي بنتكلم على تشابه مثلثين الحالة الإيه الأولى. تشابه الحالة الأولى بتقول لي بقى، هنشوف مع بعض الإيه الحالة الأولى لتشابه الإيه مثلثين. بتقول لي بقى الحالة ديت، إذا سوا قياسات زوايا أحد مثلثين قياسات نظائرها في المثلث الآخر كان المثلثين متشابهين. يبقى القاعدة بتقول لي أو النظرية أو الحالة بتقول إذا ساوى قياس زوايا أحد مثلثين قياسات زوايا نظائرها في المثلث الآخر كان المثلثين مالهم متشابهين. بيقول لي إيه بقى في الإيه؟ بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج مثلث ود ود واو ه مثلث آخر. بيقول هنا إذا كان إيه قياس زاوية الألف بتساوي قياس زاوية الدال، قياس زاوية الب بتساوي قياس زاوية اله، في الحالة دهيت فإن قياس زاوية الجيم هتساوي قياس زاوية الايه، يبقى كل زاوية من زوايا المثلث بتكون ايه بتساوي أو تطابق زاوية المنظر. في هذه الحالة بنقول أن المثلث أ ب ج يشابه المثلث د ه واو، بيشابه المثلث ده. وينتج من التشابه ايه بقى؟ بينتج من التشابه ان ايه؟ ان أ ب أ ب على د ه بيساوي أ ج على د واو بيساوي ج ب على واو ايه؟ واو ه. طيب برضو نتيجة بتقول ايه هنا اهوت؟ بتقول يتشابه المثلثين اذا سوا قياس زاويتين من احدهما قياس زاويتين متساويتين. يبقى هنا لو احنا عندنا زاويتين في مثلث بتساوي قياس زاويتين في مثلث اخر، في هذه الحاله نستنتج على طول ان ايه المثلثين متشابهين. يبقى الحاله الثانيه او النتيجه بتقول لي لو انت عندك زاويتين في مثلث بتساوي زاويتين في مثلث اخر كان المثلثين متشابهين. طيب نتيجة اتنين بتقول لي إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع المستقيمين الحاملين للضلعين الآخرين فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الأصلي. يبقى النتيجة بتقول لي إذا رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع مثلث ويقطع المستقيمين الحاملين للضلعين الآخرين فإن المثلث الناتج يشابه المثلث الإيه الأصلي. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض في الرسومات اللي عندنا ديت. بص معايا، عندي المثلث أ ب ج ود ه بيوازي ب ج. دلوقتي عندي هنا المثلث أ ب ج د ه بيوازي ب ج. في هذه الحالة هنقول المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ب ج. أ ب ج الرسمة الثانية، المثلث أ ب ج أهوت، وعندنا إن ب ج بيوازي د ه بيوازي د ه. في هذه الحالة برضو هنلاحظ المثلث مين؟ المثلث اللي هو أ د ه يشابه المثلث أ ب ج، أ د ه يشابه المثلث أ ب ج. طيب بنفس الطريقة برضو عندي في الرسمة الثالثة ب ج بيوازي د ه، كويس؟ إذا في هذه الحالة بستنتج إن مين؟ أن المثلث أ د ه يشابه المثلث مين؟ أ ب ج. أ ب ج في هذه الحالة هلاحظ المثلث أ د ه، أ د ه يشابه المثلث أ ب ج في الثلاث حالات اللي هما قدامنا دولت. يبقى إيه في كل حالة من دولت؟ في الرسمة الأولانية إن د ه بيقطع الضلعين أ ب و أ ج،
في هذه الحالة نقول د ه بيوازي ب ج، بنستنتج ان ا د ه يشابه ا ب ج، يشابه المثلث ا ب ج. الحالة الثانية ان د ه د ه يوازي ب ج، نستنتج ايه؟ نستنتج ان المثلث ا د ه يشابه المثلث ا ب ج. الحالة الثالثة عند ان ب ج ب ج يوازي د ه او ه د، في هذه الحالة بنستنتج ان المثلث ا د ه يشابه المثلث ا ب ج. النتيجة الثالثة بقى نشوف مع بعض النتيجة الايه الثالثة. تقول لي النتيجة الثالثة يتشابه المثلثان القائم الزاوية اذا ساوى قياس زاوية حد من احدهما نظيرها في المثلث الاخر. يبقى في المثلث اللي عندنا مثلث قائم الزاوية بنقول يتشابه المثلثان القائم الزاوية امتى؟ اذا ساوت زاوية حادة زاوية حادة في المثلث الاخر. ليه؟ لان هيبقى عندي زاوية قائمة بتساوي زاوية قائمة وزاوية حادة بتساوي زاوية حادة، خلاص يبقى في هذه الحالة ان المثلثين قائم الزاوية يكون لهم متشابهان. طيب هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها اهم الحقائق المستخدمة في اثبات تساوي زاويتين في القياس. يبقى من الحقائق اللي هنتكلم فيها دلوقتي يمكن استخدامها في اثبات ايه؟ امتى يكون الايه؟ الزاويتان متساويتان في القياس. وركز معايا الحاجات دي مهمه جدا وركزها ايه وافهمها بالراحه. اول حاجه بيقول لي لو الزاويتين متقابلتين بالراس متساويتين في القياس. لو احنا عندنا الشكل اللي قدامنا ده خلاص عندي ان زاويه الواحد بتساوي زاويه اثنين بالتقابل بالراس. يبقى كده اثبت. وعندي ايه كمان؟ من زاويه الثلاثه بتساوي قياس زاويه الاربعه برضه بالتقابل بالايه؟ بالراس. يبقى كل زاويتين متقابلتان بالراس متساويتين في الايه؟ في القياس. يبقى ادي اول حاجه انا عرفتها، بنعرف منها ازاي نجيب زاويتين متساويتين في الايه؟ في القياس. الحاجه الثانيه بيقول لي ايه بقى؟ لو احنا عندنا الزاويتان متبادلتان متساويتين في القياس. لو احنا عندنا ا د بتوازي ب ج، ا د بتوازي ب ج، بنستنتج ايه؟ بنستنتج ان زاوية الواحد بتساوي زاوية اتنين بالتبادل. زاوية الواحد بتساوي زاوية اتنين بالايه؟ بالتبادل. ايه كمان ممكن نستنتجه؟ ممكن ان احنا نستنتج ان قياس زاوية الاربعة بتساوي قياس زاوية التلاتة بالتبادل برضه. قياس زاوية التلاتة بتساوي قياس زاوية الاربعة بحرف الزد، حرف الايه؟ الزبالة. كده اثبت امتى يكون زاويتين متساويتين في الايه؟ في القياس. الحالة اللي بعد كده الزاويتان المتناظرتان برضو متساويتان في القياس. الزاويتين المتناظرتين يكونوا متساويتين في الايه؟ في القياس. بص معايا، لو احنا عندنا في الشكل اللي قدامك لو د ه بيوازي ب ج، في هذه الحاله ان زاويه واحد بتساوي زاويه ب بالايه؟ بالتناظر، وزاويه اتنين بتساوي زاويه ج بالايه؟ برضو بالايه؟ بالايه؟ بالتناظر. يبقى ديت الحاله اللي بيكون فيها المثلثين الايه؟ زاويتان متساويتان. برضه اهم الحقائق المستخدمه في اثبات تساوي زاويتين في القياس. نكمل برضه مع بعض الحالات اللي بتساوي ماشي. بص معايا هنا بيقول لي ايه دلوقتي؟ لو احنا عندنا ا ب ج د او الشكل ايه دايره، و ا وب وج ود على الدايره، في هذه الحاله بنقول الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران نفس القوس او الاقواس المتساويه تكون متساويه في القياس. الاقواس المتساويه تكون ايه؟ الاقواس المتساويه تكون متساويه في القياس. يعني ان زاويه الالف بتساوي زاويه الدال علشان بيحصروا القوس به ايه؟ ب ج. بالمثل برضه زاويه الب بتساوي زاويه الجيم بيحصروا القوس مين هنا؟ الف ايه؟ الف د. يبقى دي برضه من الحالات اللي بيكون فيها الايه؟ الزاويتين متساويتين في القياس. طيب ايه كمان؟ لو احنا عندنا قياس الزاويه الخارجه عند احد رؤوس من رؤوس الشكل الرباعي الدائري بتساوي قياس مين؟ قياس الزاويه الداخله المقابله للمجاوره لها. برضه ديت من خواص الشكل الرباعي الدائري. يعني هنا هنقوله لو احنا عندنا الشكل ا ب ج د شكل رباعي دائري وكملت الشكل بره اهوت، فنستنتج ايه؟ نستنتج ان زاويه الواحد بتساوي زاويه الالف. زاويه الواحد بتساوي زاويه الالف. ونستنتج كمان ان زاويه الاثنين بتساوي قياس زاويه الايه؟ الب. ونستنتج ان قياس زاويه الب بتساوي قياس زاويه الايه؟ الاثنين. او قياس زاويه الاثنين بتساوي قياس زاويه الايه؟ الب. يبقى ديت برضو من الحالات اللي ايه بنثبت فيها زاويتين متساويتين في الايه؟ في القياس. الحاله اللي بعد كده
بنقول قياس الزاوية الممسية يساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة مع في نفس القوس. قياس الزاوية الممسية يساوي قياس الزاوية المحيطية المشتركة مع في نفس القوس. يعني لو احنا عندنا ألف دال ده مماس، يبقى نستنتج ان قياس زاوية دال ألف ب الممسية هتساوي قياس زاوية جيم المحيطية، لأنهم محصوران بيحصروا القوس اللي هو مين هنا ألف ألف ب. يبقى ديت معظم الحاجات اللي بنثبت بيها ان زاويتان متساويتان في القياس. تابعونا الحلقة القادمة علشان ندي امثله وتمارين على حالات تشابه التشابه المثلثين الحاله الاولى. يبقى كل كلامنا النهارده كان بيتكلم على الجزء النظري والحاجات اللي احنا بنستخدمها في حل التمرين. الجزء القادم ان شاء الله هنكمل فيه ازاي نستخدم هذه الحقائق في حل التمارين. في نهاية هذه الحلقة نتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.